صباح الخير. شو ها؟ شايفك كأنك عم تكتم شعر. لا، عم حضر لفحص البكالوريا. لفحص البكالوريا؟ شو هدول روشيتات ما؟ لا شو روشيتات؟ ملخصات هدول تحسبا. تحسبا لشو؟ يعني ما بتعرف الواحد وقت الفحص بينعمى على قلبه بينساله شي كلمة شي بند. الضرورات تبيح المحظورات. إن شاء الله القريضة. هلا كتنا بهالبكالوريا تبعك، كم مرة بدك تقدمها؟ رح تألف فيها. بدي أقدمها 2000 مرة وأسقط، حدا أخو مرائي، شو اللي زعجك أنت آنسة ابتكار؟ خلص بقى أنت الثاني، خلص، ارضى بواقعك بقى، يا رجل، حاجة تحلم، ما بتسمع المثل شو بيقول؟ ارضى بالنصيب وارتاح للحبيب، ارضى. هلا هذا مثل، اسمع يا أستاذ، في مقولة فحواها أن الجندي السيء هو ذلك الجندي الذي لا يطمح أن يصبح جنرالا، ومن لا يركب الأهوال لا ينال الآمال، ومن طلب العلا سهر الليالي، والعرب كلهم طول عمره مشهورين بالرماية. آسف خوف يا مهمنا، خربت. ايه صحيح تذكرت استاذ سعيد، بدي احكي معك شغلة بشأن المقولات تبعاتك. شبهوا المقولات؟ شو فيهم؟ شفتهم مقولات طريفة عم علقون؟ هي القصة. يعني اذا بدك تحكيهم احكيهم، انا ما عندي مانع، بس مو ضروري تعلقهم على الحيط. بلكي فاتت لعنا شي موظفة، شي مراجعة، شي مواطنة بتفكر حالها هي المقصودة بالحكي، مو هيك؟ انا معلقهم لاني لقيت فيهم شي طريف. المرأة يجب أن تكون جميلة، أما الرجل فيكفي أن يكون أجمل من القرد بقليل. أنا حاططهم فيهم شي بضحك مو شي بزعل. بتضحك الشخص الذي على حياد، بس إذا حس الشخص أنه مقصود بهذا الحكي ما بتضحك بنوب. اللي بتنخزه وشوكته الله لا يقيمه هو وشوكته. أيها السائق رفقا بالخيول المتعبة. السلام عليكم. اهلين، شو مالك؟ تفضلي. سعيد تعا عاوزتك. لا فوتي اشربي لك كاسة شاي. ابن عمي تعا بدي احكي معك كلمتين. خير شو في؟ تعا ما بدي اياهم يسمعونا. تعا لقلك. لك شبك كأنه في شي مصيبة. تعا لقلك. اجا بدر الدجا. لك خير شو في؟ حسام بالشرطة. شو عم يعمل بالشرطة؟ حاجزينه بتهمة تحرش. تحرك؟ لك تحرش تحرش. تحرش بمين؟ بمين يعني؟ ببنت. يا حبيبي بشر قوم العرايا اجاكم غير جديد، وبأنه قسم حاجزينه؟ بالقسم المركزي. طيب ماشي، انت تيسري على البيت وانا هلا بروح بشوف شو الوضع. بدك تأجلها لبعد الدوام؟ خذي اجازة وروح هلا. جمانة مشان الله تيسري، انا بحل الموضوع. يلا. بدك تستنى ليخلص الدوام؟ لك ما بدي اياك تشوفي المعركة اللي بدها تصير بيني وبين افتكار مشان الاجازة. تيسري ولا تكلي هم، انا بحل الموضوع. الابناء ياكلون الحصرم والاباء يدرسون. لمعوا اسناني من هالعيلة. ما في اجازات سعي. كل مره بيجي ما بيلاقي حدا هون. هديك نهار بهدلني بهدلت الكلاب من تحت راسكم. بس هالمره يعني في ظروف قاهره، لازم تتفهميني منيح. ما في. كل مره المدام بتتصل فيك او بتجي بتصير حضرتك بدك اجازه ساعيه. يا ريت تفهمها للمدام انك موظف بالدوله مو عند حضره جنابه. اسمعي انا سيفتكار، حياتي الشخصيه لا تدخلي فيها. أنا قلت لك بدي إجازة وبس. المدام دخنتها، خليها تتركك تشتغل عملك مثل العالم والناس.
ولك حاجة شو عملتي قدوتي هذا ونص لسان؟ أنا عم قلك لا تتدخلي بحياتي الشخصية، خلص بدي إجازة ساعية وبس، ما لك دعوة تحكي معي اليوم. طول بالك ليطق لك عرق. الإجازات الساعية ممنوعة. صحيح ما قلت لي شو الحجة اللي حاططها هالمرة؟ لا حجة ولا شيء. ابني حسام بالشرطة بتهمة تحرك، مدري بمين متحرك. ربي مثل العالم والناس، ما فيكم شو الشرطة؟ لا تطعس وريلي مثل الليمون هلا بكربج وشي. اسمعي لقلك أنا سيفتكار، حياتي الشخصية صرت 100 مرة قايل لك لا تتدخلي فيها، يعني من تدخل بشيء لا يرضيه لقي شيئا لا يعنيه، واللي بتدخل بين البصلة وقشرتها ما بتنوبه إلا ريحتها. أنت مهمتك توقعي لي على الإجازة أو ما توقعي، ليش ما دخلك؟ لا دخلني أنا اللي بتحمل المسؤولية، وإجازة ما في لو بتطق عيونك التنتين. خلص بقى يا افتكار فرطية، الشغله ما محرده، يعني الرجال لو ماله مضطر ما كان طلب منك. شوفي شوفي المسكين عم يهني بالكلام، قال من تدخل بما لا يرضيه لقي شيئا لا يعنيه، يعني غلط فيها. بعدين كراسي المديريه ما بتنقبشوث هلا ينكسر في الكرسي، حرام حطي ايه بقى. بس تصير محلي بتقرر، بس طالما انا على هالكرسي انا اللي بقرر، وما في اجازات وما في اجازات. انت الحكي معك ما منه فايده، احسن شيء روح شوف المدير هو بياخذ لي حقي. الله لا يحكم فينا مرة. خليه يروح يبقى حاله عند المدير، خلي المدير يعرف انه ابنه ماسكينه الشرطة. وانتي كمان؟ وبعدين معك اينشتاين؟ ما بدك تقولي لي المدير هون ولا مو هون؟ ايه هون. شو بدك فيه؟ شو بدك تحققي معي انتي عاوزه؟ عنده ضيوف. فوتي ناديله وقولي له استاذ سعيد عاوزك كلمتين. ليش شو بدك منه؟ لك يا عمي بدك تحققي معي، طيب ناديله وقولي له سعيد بلا استاذ سعيد، قومي ناديله. ايه ايه استاذ عاصم! استنى شوي. لك شو بكون؟ كله بده يفهم شو في شو القصة؟ لك شو في يا سعيد شو في؟ ليك العياط؟ شوف استاذ عاصم، يا بتعينوا رئيس القسم ذكر، يا برتكب جريمة، يا بتنقلوني من القسم كلها. لك يا اخي انت ليش بتكرهني سوارك؟ شوفي بينك وبينه. لو كان رئيس القسم ذكر كنت نفضته بكس دميته وكسرت له منخاره وفكشت ايدي، بس هي مرة ما بقدر احكي معها شيء انا. معنى هالامور واصلة لحد بيناتكم. لك كان معقول يا استاذ عاصم؟ انا ابني بالشرطة وحضرتها متصنبعة هيك حاطة رجليها بالحيط وما عم ترضى تعطيني اجازة. ليش شوفي شوفي بالشرطة؟ ليش انا بعرف شو القصة؟ ما انا بدي روح لافهم شو القصة، وبس اعرف شو القصة بجي بحكي لك شو القصة. ايه لك روح، انا بحكي مع افتكار. مثل ما عم فهمك ها؟ الشغل كله علينا استاذ عاصم، واصله معي لهون. واسمع لقلك ما حدا عم يشتغل بالمديريه غير الدكوره، اشتغل يا شقي لهذا المتكي. لك كل الشغل علينا، ما عم يتحركوا، لك ما عم يعملوا شيء، اضرب حالي بالحيط. لك بس خلص خلص بعدين نحكي، ما بتطلع صرافتكم غير قدام الضيوف. يلا روح. ماشي. لا ماني زعلان، ليش بدي ازعل؟ اصلا في شيء بزعل؟ يعني لاني رفعت صوتي عليك وبهدلتك. لا عادي ماني زعلان، انا اصلا دخلت بشيء ما بيعنيني، وعلى قول السعيد من تدخل بما لا يرضيه لقي ما لا يعنيه. ما هو حق سعيد؟ مو قصة يعنيك ولا مو يعنيك يعني، بس انا هذا الرجال بينكرزني، بتمنى يمرق نهار يا استاذ سهيل ما يطلب فيها اجازة ساعية. يعني هذا من المؤاخذة يعني، انت شو فارقة معي؟ مو فارقة معي، شفته بتنكرزني، انا الود ودي ما يجي بنوب. طيب ما دام انت الود ودي ما يجي بنوب، ليش ما بتعطي اجازة وبتخلصي منه؟ ما بدي، بحب زله، كره قديم يا اخي. يعني في شيء لا سمح الله بينك وبينه؟ متجوز. يعني انا قبل ما اعرف انه متجوز ما كان شعوري هيك تجاهه نهائيا، كان بقسم تاني. يعني بدك يالا رجال يضل طول عمره عزابي؟ لا ايو شو يضل طول عمره عزابي؟ شو هالحكي؟ بس لما بده ينقي يعرف ينقي مثل العالم والناس. انا قلي شو اكره شي عليكي يا افتكار؟ بقلك اكره شي علي الرجال اللي بزيد حاله هيك. حي الله. بس عدم المؤاخذة مرته لسعيد ما شبه شي، يعني حلوة ومعلمة بعدين مثل سيخ الذنب. بس بتتحكم فيه
وانا قل لي يا افتكار شو بتكرهي بالرجال؟ بقول لك وقت بتكون مرته عم تتحكم فيه. انا بكره بالمستقبل لما بدي اتجوز ان شاء الله اذا قال لي جوزي اللبن اسود بقول له ايه اسود. لك اخ لك انا يصح لي مره وتستبد فيني ومستعد ما اطلع من البيت ليل نهار. دخلك في غير الرجال الغبي يلي بيطلع من بيت بيكون فيه مره؟ بعدين قولوا لي شوفي شغله برات البيت احلى من جوا. عم تحكي حكي واحد عديم. مزبوط من جهه عديم عديم ليش لا؟ ليك شوفي نسوان حواليك اعمل باصبعك هيك بيكونوا صفوا قدامك. دخلك والوطن المعاشي ما بكون تحسبوا حسابه؟ اي مو ضروري دغري تتجوز، حب لبينما يصير معك مصاري بعدين تتجوز. ها ها من هالناحيه مالي عديم منوب. انا هلا حابب 10 دفعه واحده. 10؟ الله اكبر الله اكبر. ليك تيسير اذا بتعيدها مره ثانيه رح اطلب تشكيل مجلس تاديبي مشانك. طيب انت شو عرفك انه انا؟ لانه ما بعرف خطك انا. شو غرام؟ يا ريت لو غرام كنا مرقناها. رساله خيال فانتازيا بس لا تاريخيه ولا علميه. انت واحد مختل. صاروا 9. هلا لا تعلل لي قلبي سيد سعيد، أكثر من شوف ما بقدر، بدك تشوفه تفضل أهلا وسهلا. تسلم معلم، بس أنا باخده بنيمه بالبيت والصبح بجيب لك إياه. ما بقدر. ابنك مو عامل شجار حتى غض الطرف، ابنك متهم بالاعتداء على العرض، تعرف شو معنى الاعتداء على العرض؟ وهي قديش محكوميتها؟ يعني بدك تقول من 15 يوم لثلاث سنين. الله لا يوفقك. حسب التهمة اللي بتوجه له اياها المحكمة. طيب ما بنقدر نلفلف الموضوع قبل ما يوصل للمحكمة؟ في خد لك كيليين حلو ومزهرية وروح ترجى الجماعة بركي بيسقطوا حقه، هذا هو الحل الوحيد. طيب إذا ما سقطوا حقهم؟ مثل ما قلت لك من 15 يوم لثلاث سنين. إذا مجرد تحرش راح فيها 15 يوم. أما إذا كان محاولة اعتداء على العرض أو اعتداء راح فيها 3 سنين. طيب حسب المحضر اللي عندك شو؟ 3 سنين. الله لا يوفقه. شو؟ الله يصلحه ويهديه. لك ابنك متسلل على البيت لجوا واحتمال ينضاف جريمة دخول البيت بشكل غير مشروع. لك أنا بعرفه ابني ما بيعمل هيك شيء. لك ما حدا بيقول عن زيته عكير، كل الأهل بتقول عن أولادهم أبرياء، بس مع الأسف هيك جرائم عم تصير. طيب بقدر شوفه؟ تقدر يا وليد. نعم سيدي. خده لعند ابنه. حاضر سيدي. كتر خيرك. الله معك. حسام النايحة. حاضر. زيارة. بابا بابا الله وكيلك أنا بريء. على شو أحلف لك إني بريء؟ بابا طلع فيي بريء بريء، أنا ماني عامل شيء. ألف مرة فهمتك لا تدخل بقصص النسوان قبل ما تصير تفهم عليهم. بتعرف حالك مع مين علقان هلا؟ بابا أنا لا تدخلت ولا قرشت حدا، ما عملت شيء، قالت لي فوت قمت فتت. هلا سألت لك فوت بتفوت؟ طلبت مساعدتي نختني من جوا، قال فلتاني عند الحنفية قمت فت أنا بس ركبت لها الجلدة. بس ركبت لها الجلدة. إيه لا تبكي، شد حيلك الحبس للرجال شباك. ابن النايحة أنت. بابا بس هدول جوا مو رجال، هدول كلهم سرسرية وزرقاء. عفوا عم يحكي معي. بابا على كل حال حسوب حسابك بجوز تطول هون. شو طول ما طول؟ إذا طول هون بجن، إذا بنام ليلة وحدة بجن أنا بموت. لك شو لمسة نبي لطالعك؟ بجوز تنام هون، حط أسوأ الاحتمالات. طيب ماشي بابا، لا تروح هلا، فوت عود معنا شوي، اشرب لك شاي هيك مع الشباب. تضرب على العزيمة شو؟ عفوا عم بحكي معه، بدك شي بابا؟ سلامتك بابا. اخي الو عم له السلام عليكم. الله معك بابا. قوم سوي شاي ولا؟ تحرك! امرك معلم؟ شفته؟ اطمنت عليه؟ لحمست له على شعره، قلت له كغي. شفته، بس القصة اللي عم يرويها ابني غير القصة اللي انتو عم ترووها. بعرف، عم يدعي انه هي اللي استدرجته للداخل، مكتوب عندي بالمحضر. طيب ليش صدقتوها إلها وما صدقتوه له؟ لك نحن ما منصدق حدا، نحن عنا معطيات وعلى ضوءها منقرر، أقوال الشهود كلها ضد ابنك. ماشي لا تضوج، روي، ممكن تتكرم علينا وتعطينا عنوان أهلها للبنت، بلكي منحل الموضوع بالتراضي. ممكن. بس أنا من هلأ بحذرك أي تصرف أرعن بحطك جنبه.
لك حكيني باحترام شبك، انا مواطن بهالبلد ومحمي والقانون بيحميني. لك رح يصير عمري 50 سنة لسه بتقلي ارعن وما ارعن؟ عم اقول لك بلكي منحل الموضوع بالتراضي. تراضي ايش يا تراضي ايش؟ بالعرض ما في تراضي. منيح مني اللي عم استقبلك ببيتي يا سيدي. فضلت على راسي، بس يعني شو بتستفيد اذا الولد انحط بالحبس؟ بيتربى. لا تغلط يا رجل، هذا الشاب لساته باول عمره، امبارح بالضبط دخل سن الرشد، بيهون عليك يستقبل شبابه وهو بالسجن. خليه يحرم يعتدي على اعراض الناس. ابنتك اللي قالت له فوت. كذاب، بنتي اشرف من اللي خلفه. تسلم. موجب يعني عدم المؤاخذه، لو ربيتوه هو كان صغير كان ما عمل هالشغلات. شوف ابو شو بلا زغران. اخي شو بدك بابوه؟ ابو فلنطاح. اسمع ابو فلنطاح، انا رجال ضويج، واذا ضجت بساوي شيء ما بيعجبك. ها قول حبيبي قول، شو بدك تقول؟ قول اللي بدي اقوله، انه اذا ابني الحبس وضاع مستقبله بحرق الاخضر واليابس انا. مثل ما انت خايف على مستقبل ابنك، انا كمان بيهمني مستقبل بنتي. ايه بس يا اخي يا ابو فلنطاح، الحبس ما بيحل مشكله، لانه الولد اذا انحبس جوا وصار مجرم اكيد رح يطلع ينتقم منك ومن بنتك. ايه بيرجع وبيحطوه بالحبس مره ثانيه. ايه بيكون تعود وما بتفرق معه، بتصير حريته جوات الحبس. ماشي، انا رح بكون احسن منكم ورح بسقط حقي، بس على شرط. شو هو؟ تأمنوا لي حقوق بنتي. شلون يعني؟ ما فهمت. يعني انت شفت بعد اللي صار، البنت بارت، ما عاد حدا ياخدها. شو هالحكي؟ غلطان انت، الف ابن كلب الف ابن حلال بيتمناها. لك اخي انت لا ترش على الموت سكر، بعد الحادثة البنت بارت. بارت يعني بارت، انا عم بحكي انه بارت. والحل يعني شو بنقدر نساوي هلا؟ والله ابنك يتجوزها. اه يتجوزها ابني؟ هذا لسه ما فاس عن البيضة. هذا اذا لهلا بجوع بيقول له ماما نيني، شو بدي جوز فيه انا؟ شو بدي جوز فيه؟ معناتها بتعطوها مبلغ يامن مستقبلها، لانه انا مو دايم فوق راسها، بدي امن عليها قبل ما احط راسي. وشو المبلغ المطلوب لحتى تامن عليها قبل ما تحط راسك؟ يا بتشتروا لها تاكسي تضمنها، يا بتلاقوا لها بيت تاجره، يا بتدفعوا لها فلوس. يا حبيبي اجى المتعوس لعند خايب الرشا. أنا لو معي حق تاكسي كنت تركت الوظيفة وما كنت شفني عم بشتغل شوفير بعد الظهر. أنا ما عم بجبرك، في الحل الثاني. على راسي يا أبو فلطح، فلطح راسي، أعطيني وقت فكر. معناها فكر بشو بدنا نفكر؟ كل حل أسوأ من الثاني. وأسوأ الحلول هو الحل الثالث، إذا حكموه شي 3 سنين سجن. وبركي حكموه براءة. لك منين بدهم يحكموه براءة؟ التهمة لابسته لبس وكابسته كبس. احتمال القاضي يشفق عليه ويحكمه براءة. لك يا جمانة، القاضي قدامه محاضر وتحقيقات بيستند إلها، شو دخل عواطفه بشغله؟ مستحيل نقدر نأمن المبلغ اللي بدهم اياه. من وين؟ معناتها ما في قدامنا غير الحل الثاني. نجوزه؟ مو احسن ما يتعقد بالحبس 3 سنين؟ سعيد انت شو عم تحكي؟ الولد لسه ما طبق 18. بسيطة، منجوزه شهرين زمان مخليه يطلقها. وبركي سمرت هالشهرين زمان اجاكتهم احفاد. يجيب احفاد؟ شو عم تحكي انت؟ نحن شو شغلتنا؟ منربطه هون لا منخليه يشوفها ولا تشوفه. لا مو حلوة هيك، منكون عم نضحك على البنت. البنت بتستاهل، مو بس نضحك عليها، بتستاهل تنحبس لأنه هي السبب. طيب يلا قوم لنروح. لوين؟ نروح نطلبها. لك عيني الشغلة ما بدها طلب، أبوها مجرد ما نحن وافقنا بطج حافره وبيختم بالموافقة. حابة اتعرف على كنتي. على مين؟ كنتي. عملت عين العقل، منه الولد بينضب وتبطل عينه تزوق، ومنه البنت بتنسدل. ومنه بتتكرم علينا وبتسحب الدعوة. لا منكتب الكتاب بعدين منسقط حقنا. لا لازم يكون في ثقة بيناتنا، صرنا نسايب، ما رح نسحب كلامنا بعد ما تسحب الدعوة. أنا ماني خايف إنه تسحبوا كلامكم، أنا بدي إياكم توافقوا على الشروط التالية. شروط إيش؟ لك إيش بعرفني إنه تكون موافقتكم لعبة بلعبة، تجوزوهم شهرين زمان وبعدين تطلقوهم. شو الحكي؟ الله يسامحك انت عيلتي له. شو يعني؟ ليش لحتى نعمل هيك نحن؟ يعني في مليون سبب وسبب عدلك ياهو. لا خلص لا تعدل لي شيء. شو الضمانات اللي بدك ياها؟ مقدم ما بدي ولا فرنك لحتى ما تقولوا عني طمعان. موجب. شو الحكي؟ بس بتسجلوا له مؤخر 500,000 ليره اذا صار طلاق. ماشي، نحن هلا بنتيسر بنفكر وبنرد لك خبر. لا 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 عدو، هاي مرتك معك،
شاورها ورد لي خبر. بس تتفقوا نادوليها. شو جمالة؟ كأنه عم يقرأ لنا أفكارنا. نوافق ولا ما نوافق؟ إذا وافقنا ما رح نقدر نخلص منها كل حياتنا. وإذا ما وافقنا بينلحش ابننا بالسجن 3 سنين. شو قصدك؟ قصدي يعني المهم هلا نأمن خروجه من السجن وبعدين بنلم له المتأخر على مهلنا. طيب رأي رأيك. ماشي. أب سعاد! فكرت لي ابني. شو اتفقتوا؟ نحن موافقين. ممكن نشرب القهوة من إيد كنتنا؟ تعالي ليه مغضوبة؟ تعالي. الله يرضى عليك ضيفي ما تعمك القهوة. هاي سعاد؟ إيه نعم. قوم سعيد قوم. خلي حسام ينحكى من قدامه وما بجوزه إياها. عدي. ما بعود الوضع كله مو عاجبني. عدي. معليش ابو سعاد هلا بتفاهم معك. عمو خليها القهوه هلا بنشربها عن اذنك. يكون بعلمك. انا حقي ماني ساقطه لو دفعت لي 1,000,000 ليرة. خلص روي عم اقول لك طول بقى. لا روح. شو مانا شو عم تعملي انت؟ بدك يانا ناخذ وحده لابننا اكبر منه؟ ان شاء الله صدقتي انه رح نخطبها عن جد نحن. طبعا صدقت انه رح نخطبها عن جد، لكن عن مزح بمأخر 500,000 بحياتها ما بتحل عنها. إيه بس ابنك بهالحالة بالحبس 3 سنين. خليه ينحبس 3 سنين أحسن ما ينحبس مع العمر كله. لك شو عم تحكي أنت؟ إذا ابنك انحبس يا خانو معناتها رح يتحول للص أو قاتل أو سفاح. تخيلي إنه ابن النايحة سفاح. يصير خليه يطلع يذبحهم كلهم. أنت بعقلك ولا مو بعقلك؟ بعقلي بس ما بخليه يتجوزها لو شو ما صار يصير. اسمعي يا خانو، إذا ابنك بده ينحبس معناتها رح يقضي عمره كله بعدرة ولحقي له بقى فراريج وفاصوليا حب وصفيحة. لكن الأسعار جوا بتكسر الظهر، ما عندك فكرة عنها أنت النوب. هي إذا ما علقوا له مشنقته. وليه؟ تخيلي إنه ابن النايحة يدندلو. ما بعرف، ما دخلني، روح اتفق معهم. حليناها. ما في اتفاق، بطلنا نتجوز، ما عنا بنات للجواز. طول بالك أبو سعاد، المخلوقة عصبت شوي وراضيناها، زعل نسوان. أنا بتهمني بنتي، أنا تنازلت ووافقت رأفة بابنكم، بس بعد اللي صار ما في ضمانات. هلا أنت من شو خايف؟ لك يا أخي تبهدلوها وتزلوها طول عمرها. بابا يزلوني، يبهدلوني أنا قبلانة. بركي سمموكي مشان تخلصوا منك. شو سمموكي وسمموك؟ يا رجل عم نعمل كل القصة لنطلع الولد من الحبس، مو مشان نرتكب جريمة أبشع. أصبح لك أن خلوني اختلي بحالي وشاور عالي. فوتي يا فوتي. لك فوتي يا حبيبي. رضينا بالبين والبين ما رضي فينا. إنه فهميني شو توك هالبنت؟ ليش ما عجبتك؟ أكبر من حسام، بدك أكتر من هيك توك؟ طيب من ناحية الحلاوة حلوة؟ يبعت لقتلة حلوة. يا أخي يا أبو زهير شو هالحكي اللي عم تحكي؟ حتى لو كانت حلوة معقول يعني منجوزها لحسام؟ حسام صغير. أنا ما عم أقول مشان نجوزها، أنا لازم أدرس جميع حيثيات الموضوع. حتى لو بدي أحفر الأرض بدي أدبر مصاري ولا بخليه يتجوزها. نحن ما بدنا لزق فرنجية. ماشي ماشي الحال مرتخي. شوفي بالنسبة للمصاري ما تهكلي هم، أنا قايم 25,000 مشان جوازتي، بأجل العرس، وأخي أبو زهير بتبرع ب 25,000 كمان. من اللي يا حسرة؟ ما معي منوب، انفضني على الكهربائي ما بنزل مني فرنك. لا يا حيف عرجال يا أبو زهير، معقول؟ تخلى عن ابن أخوك؟ لو معي ما بقصر ما بقصر. لا يا سيدي معك، قدامي ها، قدامي أبط فروغ المحل 300,000 ليرة. راحوا 300,000 ليرة الله يرحمهم. راحوا. لك وين بده يروحوا؟ محل ما بتروح المصاري، راحوا بتدخل المصاري للجيبة بتروح. علاء يا علاء. ايوه. تعال امي تعال، هذا ابو نورس جاي يسلم السيارة لابوك. روح قل له انه ما له هون. اذا سألني وين وشو قل له؟ قل له ابي بالمخفى. لك لا تقل له شيء، مو ناقصنا فضايح نحن. ايه اذا سألني بقول له مو ناقصنا فضايح نحن. يلا يلا. وانت شو بك يا عم تحوصي هون؟ ما تفوتي تدرسي؟ كيف بدي ادرس حسام بالسجن؟ شلون ما كان؟ يعني ما رح ياجلوا لك فحص البكالوريا لانه اخوكي بالسجن؟ حسام؟ يا رب بتطلع وبتنجح يا حسام. اهلين ابو نوراس. يا اهلك سهلا. هو ابوك نايم؟ لا ما نايم ابي، بس لسه ما اجى. خذ مفتاح اعطيه وسيارة مع باي بنزين. ليش ما بيبين بالعداد؟ ما طلع العداد. ايوه
قول الله ابو نوراس. اهلين ابو نوراس. من زمان. جوزها بابا. يا بابا حتى لو جوزناك ياها راح نجوزك ياها شكليا مشان ما نورطك نحن. ليش شكلي؟ الواحد يتجوز بالجواز، خلي كل شيء ضمن الاصول. لا كانك عم تستنى الجوازه لتكون معتدي على المخلوقه عن جد. اعوذ بالله بابا، انا ما بعمل هيك شغلات، بس انا عم اقول هالحكي مشان ما اكلفكم دفع المصاري كثير. اي لا ما بدي اياك تضحي انت، لانه ان جوزناك ياها بدنا ندفع لو متاخرين، وان ما جوزناك ياها بدنا نطقهم كاش. يلا يلا لسه ما خلصتوا؟ خمس دقائق بس بمعيتك. بكفي، ما بدي المساجين يقولوا في خيار فقوس، صار لكم نص ساعة، خلص الفروج. اترك له الفخاد، اترك له الفخاد، خلاص. طيب بابا الله يخليك، المرة الجاية إذا قدرت تجيب لي معك كتب البكالوريا بدرس هون. هون بدك تدرس؟ إيه هون بدرس. ليش المساجين بيخلوك تدرس؟ عادي صار في كذا واحد من رفقاتي. شو رفقاتك ولا بدك ترافق لي مجرمين بآخر العمر؟ بابا ما بيقولوا إنه ياما في الحبس في مصاليم؟ إيه. مدري ياما بالحبس. يلا خلصونا، ما خلصتوا؟ إيه يلا خلصنا، مسيك بابا، مسيك. سيد وليد من بعد اذنك بدي اسالك سؤال. سؤال؟ انت شلون اخذ رخصه بطابق ثاني؟ عم مثلهم هذا خاطركم. والله ما عفوا، بسلم على ماما. انا ما عم اتهرب يا اخي، لو معي ما كنت نكر، شو مصلحتي؟ يا أب زهير يا أب زهير، بطل لي المخاتلة تبعك، مو معقولة؟ يعني معقول تكون صرفت 300 ألف ليرة من جمعة لهلا؟ خلاص منصور، بالقوة ما بدنا إياه يدفع حتى لو كان معه. يا إذا بتريدي مرت أخيها، بزعل هلا كثير بزعل، لا تحكي كأنه معي وعم عز عليكم. لا، أنا ما عم بحكي هيك، بس لو واحد من أولادك صار له شيء، كان سعيد قتل حاله قدامكم. وين راح أقتل حالي قدامكم؟ ليش مين قال لك راح أكون حيادي وضل حيادي؟ وشو راح تعمل يعني إذا ما دفعت مصاري؟ أنا راح حل الموضوع على طريقتي. شو راح تساوي يعني؟ راح تكتب حجاب؟ إذا ما في شي بين حسام والبنت ما بتكونوا إلا رضيانين. شو بدك تعمل؟ خلينا نفهم. أنا راح أمسك المفاوضات مع أبوها للبنت، لأنه أنت وسعيد ما بتفهموا شي، يعني عدم المؤاخذة غشمة. شو ما قالوا لكم بتقولوا إيه إيه. بس ما بتاخد ولا قرار من ورا ظهرنا. لا تخافي، أبو زهير النايحة ما بياخد قرار من ورا حدا. مساء الخير. مساء النور. طمنا. الجماعة عم يفكروا. أعطيني عنوان الجماعة. مشان شو؟ أنا بدي أحكي معهم، اليوم بدي أحل لكم الموضوع. شلون؟ أنت ما دخلك، أعطيني العنوان. ولا كلمة، خلاص انتهت المقابلة، انتهت المقابلة. ابقى اعطينا المباشر تبعك زكاتك. لك علاء؟ شو؟ ادعس لك شوية بنزين. بعدين ليش هيك خايف هالقد؟ أنا ماني خايف، لا تقول خايف، أساساً ليش لحتى خاف؟ كل شيء تمام، بس أنا حريص ما بحب أعمل حوادث. ما بتحب تعمل حوادث؟ طبعاً. معناتها ما بتعرف تسوق بنوب. طيب لك شغلة؟ شو؟ نزل أنت وأعطيني أنا بكمل السواقة عنك. شو عم تحكي انت التاني؟ لا معلش، كل شيء بينعار الا المرأة والسيارة. طب معناتها تدعس لك شوية بنزين؟ بدعس بنزين ها؟ ايه دعس بنزين. ايه على تحدي؟ تحدي. ايه تحدي. ماشي يلا انطلق يا علاء. فوت فوتك. انا عندي ثقة بكلامك، بس يا اخي بدي ضمانات. يا ابو سعاد، مو جايكم من هالمطمطة والعيل فاضي غير الفضايح. اندهلي للمحروسة شوي. يا سعاد، سعاد. نعم بابا. تاي عدي معنا تاي، معلش ابو زهير قد ابوكي. يا انس سعاد، انا بدي اسالك سؤال ورجاء جاوبيني عليه بصراحه. تفضل. حسام ابن اخي نال منك شيء؟ لا. لكن ليش بتكون تلزموا الولد فيها؟
مين بده ياخذها بعد ما شوهوا لسمعتها؟ ألف واحد بتمناها، أما إذا رزقتوا إياها لا هي رح تكون مبسوطة معه ولا هو رح يكون مبسوط معها. أنت بتحكي هيك مشان ابن أخوه، بس العالم ما بتفهم. طيب شو رأيك إذا إجاها العريس المناسب اليوم قبل بكرة؟ ليش؟ حدا حاكي قدامك؟ هلا أنت شو دخلك؟ اترك الأمر على ابن النايحة. إذا صار هالشي أنا ما عندي مشكلة، أنا مو غايتي أخرب بيته لابن أخوك. معناها محلولة، من بكرة الصبح بتروح بتسقط حقك. هص ولا كلمة، خلص انتهت المقابلة. لك بنتي ما بتملي من التلفزيون ليلا نهارا قاعدة مقابله. طيب شو طالع بالتلفزيون؟ مالي شايفة شي. امي بعرف هذا وثائقي، بعدين بيطلع مسلسلي عم بستناه، هذا تبع قضوي عرفتي؟ قلتيلي مسلسل قضوي؟ هذا ضل فضائية محطته، لك ضل أرضية محطته، وكلها هاتوا نازل لي على هز، أنا صار شايفته 20 مرة. معلش ما يطلع 20 مرة، كان عم يطلع على المشفرة، قتلنا حالنا على ما يطلع على المفتوحة، يطلع قد ما بده. طيب وفاتورة الكهرباء يا مو؟ أمي أنت عم تدفعي شي من جيبتك؟ قل له أنا عم بدفعه من راتبي، ما عم أقرب لك على تقاعدية أبي. يا بنتي أنا زعلانة لأنه أنتي عم تدفعي من جيبتك، بدل ما تدفعي حق مي وكهرباء روحي اشتري لك قطعة ذهب هزي فيها مثل ما أنا بهز. هزيت لشبعت، ما عاد بدي ذهب. وينك؟ مرت فارس ابن خالتك عم تعمل تحاليل وطلعت ما بتجيب أولاد، بركي إن شاء الله لبين ما يعتمد ويطلقها بيكون طمع فيكي وخطبك وصمتي لك قرشين واشتريتي لك بيت. أمي ما بدي، بده يتجوزني على طمع، ما بدي، أنا جاي على بالي أتجوز على حب. مين بده ياخذك على حب؟ أولا أسباب استعمارية، أسباب استعمار بحق، أسباب حاجة تهزي بابا خيلتيني الله يرضى عليكي، أسباب استعمارية بسبب حالة العداء، أسباب حالة العداء بسبب حالة العداء بين فرنسا وإنجلترا بعد نشوب بين انجلترا بين فرنسا اسباب استعماريه بسبب حاله العداء بين انجلترا وفرنسا بعد نشوب لك حاجه تهزي بابا بعد نشوب الثوره الفرنسيه. ثانيا اسباب تتعلق ب انه بان فرنسا تريد اعاده بناء بابا حاجة تهزي، إعادة بناء إمبراطوريتها الاستعمارية. شلون؟ يعني إذا إجاك هذا السؤال بالفحص بيمشي حالك. شفتي بابا الواحد بيقدر يدرس بدون ما يهز رأسه بتسقط. لا ليش؟ مو مزبوط ولا كلمة. بدل ما تحط الأسباب السياسية حطيت الأسباب الاستعمارية ونسيت تحط السبب الثالث يلي هو أحوال مصر المشجعة على غزوة. اوكي حافظهم انا، بس هي عم تهز نسبت اياهو. عقلي مو معي بصراحه، اللي راسه عند الرواس ما بينام الليل. هاتي اعطيني هالكتاب لقول لك جمانة. هاتي تعي بابا هزازه يرضى عليكي. لك اثبتي لك شوي، خدي لخصيلي هالدرس على اوراق صغيره تحسبا. انا علمي يعني حتى لو فضيت ما بفضى. حاجه تهزي واسمعي عم قلي، يعني اذا كنتي علمي ضروري تكوني دب بالادبي. خلص انتي لخصيلي الدرس، حطيلي رؤوس اقلام بس. خلص سعيد، البنت عم تقلك حتى اذا فضيت ما بتفضى، يعني يا دوب تلحق دروسها، لا تحملها فوق طاقتها. لك شو فوق طاقتها يا جمانة؟ انا ما عم بطلب منها تترك دروسها وتتفضلي، انا عم اقول اذا ملت وحبت تتسلى بتكتب لي اياهن. خلي علاء يكتب لك رشيتات بابا، متعود. اول شيء هدول مو رشيتات، ملخصات هدول، وثانيا لا بقى تهزي شلشتيني عم قلي. قومي ناديله. ماله هون، بيكون عم يدرس عند رامي. وليش عند رامي؟ يعني هنيك بيستوعب أكثر منه؟ قال عامل خيمة على السطح، يعني أبرد. أبرد له. أولاً أسباب استعمارية، أسباب سياسية، وتعود إلى حالة. مساء الخير عمو. أهلين أهلين عمو. كيفك؟ الحمد لله. علاء هون؟ علاء؟ ليش مو عندك هو؟ على أساس على الخيمة أبرد له على الأسطوع. عندي؟ إيه؟ إيه؟ ايه بس شو عمي ابو حسام صراحة ما بعرف شو بدي اقول لك، بس علاء شو بقى
علاء بالشرطة. لك شو عم يعمل؟ ما بيعرف انه الزيارات بالليل ممنوعة؟ ايه بيعرف انه الزيارات بالليل ممنوعة بس هو مو لعند حسام راح. لك قال شو؟ علاء محبوس. لك اللي بلغك مخربيط، هذاك حسام اللي محبوس مو علاء. ما حدا خبرني، ما حدا خبرني. أنا كنت أنا وياه. وين كنتوا؟ كنا عم نكذب بالسيارة أنا وياه. فقام ضرب رجال لزقوا بالحيط. بس وين لزقوا؟ بالحيط. رجال ما بعرفوا وين ماتوا. وعلى أنو حيط لزقوا؟ حيط. أنو سيارة كنتوا؟ سيارة التاكسي اللي حضرتك عم تشتغل عليها بعض الظهر. وبالحيط؟ وبالحيط. وضرب الرجال؟ ضرب الرجال وعم تكذبوا. أسباب استعمالي. ألف مرة صرت قايلت لك لازم تقعد مع الأولاد، يعني ما عندهم إحساس بالأسرة بنو. ليش أنا مو جاي على بالي أقعد معهم ولو ساعتين ثلاثة؟ مو ضروري تشتغل على التاكسي كل يوم، خليها يوم إيه يوم لا، على القليلة عطل يوم الجمعة. لك شو يوم إيه يوم لا وعطل؟ أنا هيك وما عم لحق لكم أكل وشرب ولبس وأدوية ودكاترة، عم بركض ركض الوحوش وغير رزقي مع محوش. أنا بشتغل بعد الدوام كمان، بعطي دروس خصوصي. لك حتى لو انت اشتغلتي ما بصير انا بطل. لك يا دوب يكفونا اللي عم نطالعهم. انا صفيان مثل عكاسة الاعمى، بقوم من جورة طب بجورة. احمد ربك ان اولادك مربيين. اوعى اوعى تقول لي اولادك مربيين. لك يا ظالم، اثنين بنفس النهار كل واحد تهمه شكل. لك لو القانون بيحاسب المسؤول الاساسي انت اللي لازم تندك بالسجن مو هن. اذا القانون بيقبل انا ما عندي مانع، انا ما عم بنفي مسؤوليتي. الاول صدقناك وقلنا عم يفتروا عليه، الثاني عينك كنت عينك، الرجال ماشي بامان الله رايح على شغله وحامل صفر طاسه، بيوم ابنك بيطلع بالسياره وطج بيلزقه بالحيط. المهم هلا شلون حالته؟ لو كثير بتهمك حالته ما كنت سمحت لابنك يطلع بالسياره. انا ما سمحت له، أخذ السيارة بدون ما أدرى. هلا خلصني شو بدها؟ يعني إذا كان في إمكانية شوف فلزة كبدي ابني. بكرة الصبح بتشوفه، ماني على استعداد فيق لك كل أهل القاوش مشان تشوف ابنك، ما بكفي زعجتني وفيقتني من نومي. طيب فيني شوف محمود زهرة صاحب السيارة واعتذر منه؟ بعدين بتعتذر منه، الكل نايمين هلا. طيب بتنصحني روح لعند الرجال اللي خبطوا ابني ولزقوا بالحيط، اطمن عليه بالمستشفى؟ لا ما بنصحك، لأنه الرجال حالته خطرة. وإذا كان حدا من قرايبينه هنيك بيذبحها. ليش حالته خطرة كثير؟ يعني بدك تقول هيك بين الحياة والموت. الله لا يوفقك. شو؟ الله لا يوفقك يا علاء على العملة. لك يا ظالم ثلاث تكسور بالجمجمة، نزيف داخلي، هذا ما عدا الكسور الفراطة. ادعي له ادعي له ما يتيتم أولاده ثلاثة بسببك، ادعي له. الله ياخدك. شو؟ الله ياخد بيده. ما عم يجيك نوم ما هيك؟ شلون بده يجيني نوم؟ انا ما بعرف اذا الرجال عايش ولا ميت. لك انا اللي بتفهمه، بس انقبرت واخذت السياره انقبرت وسقت بدون شهاده، شو ضربك على قلبك وطالعك على الصيف؟ انا اسف عمو محمود. يا عم الدبب، لك انا الدبان اذا بتهدي على مناخيري ما بقول لك اش مشان ما تشتكي علي، بحياتي ما فت هيك فوتي. خلص عمو محمود اخر مره، المره الثانيه ما بطلع على الصيف. لك نام انت ويانا برولا، برقبتي جريمه سطو، لا تخليني اعمل قتل. انت ضربك العمى شلون بتطلع على الصيف؟ كان في قطه صغيره قدامي عم تقطع الشارع، قلت لحالي حرام افحص القطه، حيدت عنها طلعت على الصيف عم فحصت الرجال. انقبرت شفتها انقبر شحاط فريم، يعني انقبر صف على اليمين، الشارع فاضي، ما بصير الا تنقبر تنط على الصيف وتفحص الرجال. اوه علينا بدكم تنقبروا تسكتوا ولا بقوم بكتم انفاسكم؟ سكتنا سكتنا خلاص. فتت تعمل عند البنت؟ قال بدل مين يصلح لحرفية المي فتت. ليش هيك عملت معك ما بتعرف؟ شو معرفني؟
بس يعني على كل مشكلتي بتضل اهون من مشكلتك انت. اذا مات الرجال يا مشحر شو بده يصير بحالتك؟ رح اتعقد كل عمري. ان شاء ما تنقبر تتعقد كل عمرك. ابقى انقبر تطلع قدامك لما بتنقبر بتاخذ سيارات العالم. بدكم تنقبروا وتناموا ولا قوم تلا فيكم؟ تمييه نعم عليك خراس حاضر. شو ما في باب يندق؟ عدم المؤاخذة مشروش برجع بدق الباب وفوت. لا تفضل احكي. بالنسبة للمريض اللي عامل حادث هذا اللي كان ماشي على اليمين مرق السيارة طرقته زدته على الشمال لزقته بالحياة شو وضعه؟ قلنالكم جهز محل الخطر. ما فيك تشرح لي بشكل تفصيلي يا تاه. شو بدي اشرح لك؟ مين حضرتك أولاً أخوه؟ لا أنا أبوه للولد اللي زدته من اليمين على الشمال ولزقه بالحياة. ولك ما بعرف شلون لك أي تجي على المستشفى. واحد مثلك ما فرجيني خلقته لبعد ما يفوق إنه الغيبوبة على الأقل. عدم المؤاخذة شو حكينا يعني؟ نحن بس من غيرتنا عليه يا ماشي على رجليك ما بتعرف شو مقدر عليه. كله أمر الله يا أخي. شو قضاء وقدر القصة؟ بعد إيش عم تحكيني هيك؟ شو مجرمين نحن؟ موت ما رح يموت إن شاء الله بس رح يضل طول عمره عميدة عليك. الله لا يوفقك. نعم؟ عفوا قصدي ابني اللي ضربه من اليمين للشمال ولزقه بالحيط. 90% هذا المريض اللي لزقه ابنك على الحيط رح يضل طول عمره مكرسح. وال10% الثانيات؟ ال10% الثاني احتمال انه يرجع مثل ما كان. يعني بعيدك دكتور ما في امكانيه الا بدنا الارقام. يصير 90% يرجع مثل ما كان و10% تكرسح ونحن رقبتنا سداده اذا التهاب. شو يعني جاهز لكل شيء؟ يعني قصدي اذا ترتبت اي مبالغ اضافيه رقبتي سداده ديبك انا. شوف يا اخ سعيد بس الله وكيلك ماني سعيد بالفوتي على المستشفى اليوم. شوف يا اخ سعيد انا طبيب مقيم. تعرف ليش؟ ليش؟ لانه ما معي اجار بيت. تعرف ليش؟ لا ليش؟ لاني درست طب مشان اعالج العالم ما مشان اعمل وراها ثروه. لك احييك احييك واحيي كل الشرفاء بالوطن اللي مثلك. لك العرب طول عمرهم شرفاء مشهورين بالسباحه والرمايه وركوب الخيل والشراف. الله حييك. بس يعني انا قصدت فقط اذا كان في اي ترتيبات ماليه بتساعدك لازمك شيء رقبتي سداده. ما راح يترتب ولا لازمني شيء. لو سمحت غادر الغرفه. شباب انا مو قصدي شيء يعني المثل بيقول اللي بشوفك بعين شوفه بعينتين. نحن حابين نخدم بس بعدين نحن عندنا كرامه لو سمحت. وانا اللي كرامه جاي لهالغرفه ترشيني؟ تفضل غادر الغرفه. طول بالك شباب. تفضل اطلع لبرا. خير خير شو في شباب؟ تصور الاخ جاي يدفع لي مصاري مشان اعالج المرضى ولك جاي يرشيني. لا دكتور مازن ما بيتعامل بهالاساليب بنو. الله يسامحك دكتور هو فهمني غلط. انا شوي ضميري عم يعذبني مشان الرجال اللي ضربوا ابني وزدته من اليمين للشمال ولزقوا بالحيط شاعر بالذنب مشلوش. ما كان هيك قصدي انا. بسيطه بسيطه. دكتور مازن معلش تتركنا شوي انا بدفع عمه. شرف. وخذ الباب طيب اذا بدك. تفضل. يا سيدي انت عم تفكر مزبوط. شلو؟ الرجال بده اهتمام والاهتمام بده مصاري. هون ما راح يهتموا فيه. شو بنعمل يعني؟ إذا بدك يا فلنج طالعوا منه. لوين بدي أخده؟ مسيك هاي البطاقة واتصل فيني. يا تعال عندي بالأفضل تجي وأنا بشرح لك. لك أحييك أحييك أحيي كل الرجال الشرفاء اللي مثلك بالله. كتر خيرك حكيم. يا أهلا مع السلامة. الله معك شرفت. الو شو صار بالعقار؟ مشي حاله؟ ايوه قمت لي نسبتك؟ ماشي. يبعث لك حمى انت وشعراتك مثل شوايات الدرب. خير؟ ليش باعت وراي؟ صباح الخير بالقليله يا انسه. صباح الخير. كنت بدي احكي معك مشان سعيد. شو بو سعيد؟ يعني يا حبذا لو تخفضي له العيار شوي. عيار شو؟ يعني مشان الاجازه الساعيه امبارح لو مو مضطر ما طلبها يا افتكار. استاذ هلا اذا اجيت انا وتدخلت بشغلك تزعل ولا ما بتزعل؟ ايه بس انا المدير. وانت عيني المدير لازم يهتم بالنظام وخاصه نظام مكتبه. ممكن تقلي وين سكرتيرتك شوايه الدرع؟ سميرة مو هون؟ ليش انت
كانت هون لحتى تكون هون. مشان هيك المدير لازم يهتم ما يكون في تسيب بإدارته، لأنه إذا سألوني فوق ليش الفوضى، بقدر قلن المدير هيك قال. شبك أستاذ ماترد، شو بربط لسانه؟ أنا بالنسبة لي تصطفلو، المهم ما تتطور الأمور بيناتكم. تتطور تتطور، أصلاً هلأ في شيء اسمه نظام عالمي جديد، قصدي نظام خدمة، واللي معه حق مبين أستاذ. أنا خلصت حكي يا افتكار. وأنا عن إذنك يا أستاذ. إذنك معك يا روحي. هلأ أنت ليش هيك دائماً بتخجلني أستاذ؟ لا تأخذني، أنا رفعت عليك صوتي شوي، بس أنا عم عاني من شوية اضطرابات. عن إذنك أستاذ. الله يقطع عمر هالمصلحة، صار مين ما كان بده يتحكم فينا ويعطينا دروس. يا سميرة تضربي، عمرك ما تيجي. شو هذا اللي دعشه بمناخيرك انت الثاني؟ لا يعني مو معقولة انت يا افتكار على هالسؤال السخيف، مالك شايفتيني شو حاطة مناخيري؟ مالك شايفة اني مزكم وانه مناخيري مصلومة وما عم بقدر بتنفس وعم خن؟ حاطة فيكس مشان تفتح مناخيري. يبعت لي حمى، مفكرتك هيك طبيعي وكالة. لا ماني طبيعي، ماني وكالي واكل رعبة بزماني. صحيح اتصل سعيد على غرفة ياسر، قال ما بيحسن يجي اليوم لأنه ولاده اثنين صاروا بالحبس. ولاده اثنين مو الواحد. يا الله لا يجيب الغلا، طبعا لمين بدهم يطلعوا؟ فرخ البط عوام. لا عدم المؤاخذة، إذا بتريني افتكار أنا بخالفك الرأي، يعني سعيد حساس وكويس كتير ومش هتلو بحسن سلوكه. قدام الناس قدام الناس، بس هو حلس ملس سلال مثل حية تحت التبن. بس أنا شخصيا ما شفت منه إلا كل خير. أنت مفكره هيك، بس هو واحد سلمل مو مخلي حدا من شره. ليش دخلك شو عامي؟ رافع فيني تقرير. إذا المدير قال لك لا تصدقي، لأن المدير سلمل اسمه أكثر منه. مو المدير قال لي ومو للمدير التقرير، ما له علاقة بالوظيفة. لكن لمين؟ ومخصوص ايش؟ شفت الحكي يلي كنا عم نحكيه هداك نهار؟ اي حكي؟ عن موضوع الرسائل اللي عم توصل مفتوحة. ايه؟ كله حرفيا واصل، سعيد كاتبه بالحرف. لوين واصل؟ عادة لوين بيوصل الحكي؟ لا تنسوا الاشتراك بقناة شوف دراما الثانية ليصلكم كل جديد.